التكنولوجيا والإنترنت جعلا جوانب الحياة تختلف، فبعد أن كان الأكل السريع هو الخيار الوحيد لكثير من الناس، ظهر موقع Get Mom ليقدم أكلاً منزلياً صحياً بأسعار في متناول الجميع. هي الفكرة عبارة عن أن في ناس بتحب أن هي تأكل أكل نظيف زي أكل البيت، بس ما عندهمش الإمكانية أو الوقت أن هم يطبخوا في البيت، فبيعملوا أن هم يعني. وفي الناحية التانية في ناس بتحب أن هي تطبخ بس بتبقى مش عارفة تطلع الأكل لمين، أو الموضوع بيبقى منحصر في الأهل أو القرايب أو الجيران، يعني بتبقى مثلاً عزومات وحاجات كده بس. فإحنا بنحاول بالفكرة بتاعت مام إن إحنا نوفق ما بين الاثنين. الطبخ بين الهواية والعمل هو محور حياة الشيف زينب، التي حولت هوايتها المفضلة إلى مصدر دخل، فبعد أن كانت تعمل بمفردها التحقت بالشركة للعمل من خلال الموقع الخاص بها. بداية مع الأكل كانت هواية ربنا اللي خلقها، يعني هو بحب المطبخ، بحب بتاع من صغري، بحب اخش المطبخ، بحب اعمل حاجات، ومن وانا صغيره بحب اساعد اللي واقف في المطبخ لو كانت طباخه او ماما او حاجه، فانا من صغري بحب بتاع. واول مره بعت فيها اكل كان عندي 12 سنه في كنت في المصيف. الاكل هو مقوم من مقومات الحياه، ولكنه يصبح ذا مذاق مختلف عندما تتوافر فيه شروط النظافه والسرعه والسعر المناسب، وكل هذا يتوافر مع Get Mom.